أقامت وزارة الدفاع المؤتمر الصحفي لمعرض الخليج للدفاع والطيران الخامس الذي يعد من أهم المعارض العسكرية على مستوى العالم، حيث تتسابق جميع الشركات العالمية المصنعة للأسلحة كالآليات والمعدات العسكرية والطائرات والسفن الحربية للمشاركة بهذا المعرض لعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في قطاع التجهيزات والمعدات العسكرية. أول هدف هو تنفيذا لرغبة سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى في جعل الكويت مركز اقتصادي ومالي، وهذا أحد مساهمات وزارة الدفاع في تنفيذ هذه الرغبة السامية وتحقيق رؤية الدولة في 2035. اجتماع الهيئات العسكرية الأربع في مكان واحد تحت سقف واحد، وهذه احنا دائما الهيئات العسكرية نتعامل في معسكرات محدودة وعمل منفصل، أو نكون نشتغل في تمارين مشتركة، يعني دائما يكون العمل جاد ومتواصل، فهذه فرصة نتلاقى ونتناقش في جو ودي.